اهلا بكم مشاهدينا من جديد نبدا النشر من الشان المحلي حيث اظهر تقرير جديد لهيئه تنظيم الاتصالات تغطيه جميع المشغلين لشبكات الهواتف المتنقله لنسبه 100% من سكان البحرين بتقنيات الجيلين الثالث والرابع وقد بين التقرير بان خدمات الجيل الرابع اصبحت تقدم بسرعات اكبر خلال العام الجاري وبنسبه 23% مقارنه بالعام 2014 مما يعكس التطور الكبير الحاصل بنوعية خدمات الاتصالات وجودة التغطية، كما تعكس النتائج التقرير قيام مشغلي خدمات الهواتف المتنقلة بتحسين وترقية شبكاتهم لتلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار للمستهلكين، وعند مقارنة النتائج مع بعض البلدان فإن البحرين تأخذ زمام المبادرة بهذا الشأن، حيث ما تزال في الطليعة فيما يخص جودة خدمات الهواتف المتنقلة. هذا وتهدف مشاهدينا هيئة تنظيم الاتصالات من قياس تغطية شبكات الهواتف المتنقلة إلى التحقق من جودة التغطية في كافة مناطق البحرين، والالتزام مشغلي الهاتف النقال بشروط التغطية خارج المباني المنصوص عليها في رخصهم والمقدرة ب 99% من سكان المملكة، كما تجدر الإشارة مشاهدينا إلى أن شبكات الهواتف المتنقلة الثلاث في المملكة أظهرت مستوى متميز من الخدمة، حيث بلغ معدل إنشاء المكالمة واستمرارها لمدة

وفي خبر محلي اخر مشاهدينا اعلنت شركه طيران الخليج الناقله الوطنيه لمملكه البحرين عن اختيارها لحلول نطاق البيانات وحمايتها من شركه دل اي ام سي وتهدف حلول البيانات الى انشاء بنيه تحتيه قابله للتوسع لضمان حمايه وتوافر البيانات ودعم النمو السريع للبيانات وتسعى شركه طيران الخليج من خلال هذه الصفقه الى الاستفاده من قدرات النسخ الاحتياطي والاسترداد التي تقدمها هذه الحلول للمساعدة في تلبية متطلبات الوصول إلى البيانات الخاصة بها ولكونها مشاهدين ناقلة دولية تقدم خدماتها في 41 مدينة في 24 دولة حول العالم تدفع طيران الخليج بكمية ضخمة من البيانات التي يولدها المستخدمون والتي من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 12% في الأشهر الثمانية عشر المقبلة والان مشاهدينا نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجيه والعالميه